قناة أليم الابتسير. أهلا بكم معنا اليوم فيديو جديد كما وعدناكم في الحلقات السابقة. مطبخ بلون رمادي رائع كما تلاحظون. كيف ما كتشوفوا المطابخ اللي حطينا في الأخر كلها تقريبا بحال الأشكال كتشابه. هنا صندوق الثلاجة كيف ما كتشوفوا كنحاولوا ننزلوا أنوار استغنا نديرو فيه الفران. هاد الفران اللي ولاو دابا راه مكيعطوش السخون ديال الثلاجة. حنا كنسيبارو بلاليميوم ولكن هذا راه ومنطو فيه في الفارة في الداخل ديالو مكيعطيش السخونية زعما باش نديفيتو المشكل ديال السخونية. وهنا كاسة ديال الطيروارات قريب معانا كيف العادة قريب معانا سميرة. هنا درنا الصندوق ديال 50 سنتيم وتحتو كذلك 50 ديال البوطة باش يجيو يشوفو وحدة كيف ما كتشوفو. وهنايا السين ديال لاغوت يعني خاصها تكون على بلاك اصورتي هكا مقاده مع. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه بجاره الالومنيوم ديكور وكذلك الالومنيوم التيسير اللي فيها ديما جديد. والناس اللي راهم كيتصلوا بنا مع الطلب يسمحوا لنا. الناس اللي ما جاوبناهمش ولا اللي ما لقيناش كيفاش نتواصلوا معاهم راه لا اله الا الله محمد رسول الله راكم عارفين. وحسن الشرف كيتصلوا بنا والله العظيم الا ملي كيتصل بك حرفي بحالو في الدومين كيقول لك انا راه حتى انا كندير الالومنيوم وعجبتنا الخدمه ديالك وباغي نستافد. بزاف الناس كيسولونا على الكرونس على شي حوايج اللي كنزيدوهم اللي كنبتكرهم. ان شاء الله راني مريباري فيديو حول كيفيه تصنيع المطبخ ماشي الحرفيه لا للمبتدئين لا الناس القدماء زعما الناس اللي راهم قدام في الدومين راه حنا مريباري ليكم فيديو. شكرا للمتابعين ديالنا الكرام. الالومنيوم التيسير كتوجد لكم هذه الوصفه كنتمنى تعجبكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه وبمناسبه راس العام سنه سعيده وكل عام وانتم بألف خير. خليكم مع الصور. شهيه طيبه والسلام عليكم ورحمه الله.